احمد منورنا في مهرجان دبي السينمائي اللي دورته ال 12، تحب تقول ايه للدوره ال 12؟ والله انا شايف انا دي بصراحه اول مره ان انا احضر المهرجان هنا في دبي، لان انت عارفه ان انا مرتبط ببروجكت هنا في ابو ظبي. بس صح الموضوع يعني مشيق جدا، الموضوع منظم جدا. انا حضرت حفل الافتتاح امبارح والفيلم اللي اتعرض، والنهارده حضرت فيلم زنزانه، وشايف ان الافلام قويه جدا، يعني الافلام اللي موجوده، وشايف ان في تنظيم يعني مميز الصراحه. ما تحسش ان احنا يعني تحس كانك في كان يعني الكواليتي هنا عاليه جدا. طب تفتكر فيلم من افلامنا العربيه ممكن توصل لمهرجان عالمي؟ والله ممكن. هو الموضوع اصلي، الموضوع مش فكره يعني فلوس، يعني انا امبارح حتى كنت علقت على الموضوع، ان يعني الناس مثلا فاكره ان المهرجان قوي في الامارات. يعني انا شفت حفل الافتتاح، الحاجات بسيطه على فكره، مش فكره انها يعني فكره على قد ايه هي متكلفه، يعني على قد ما فكره. انت بتتكلم على تكلفه الافلام؟ لا، حتى على اداره المهرجان او كده، او حتى الافلام، حتى الافلام المشاركه. يعني الفيلمين اللي انا شفتهم لحد دلوقتي يعني اعتقد البادجت بتاعتهم اقل من افلام كتير عندنا في مصر. يعني الموضوع مش ملوش علاقه بالبادجت، هو الفكره كلها في حب السينما بالظبط، في السينما نفسها والكواليتي اللي انت بتقدميها والسكريبت قد ايه وفي ممثلين كويسين، هو ده المهم يعني. وحتى ده كان حصل لنا حتى السنه اللي فاتت، ان احنا ما كناش اكبر مسلسل السنه اللي فاتت حتى في رمضان، وحققنا نجاح كبير. ما بتبقاش علاقه، الموضوع مش موضوع ميزانيه على قد ما موضوع ناس اشتغلت كويس على شغلها، وده اللي حصل فعلا. طب تفتكر ايه اللي بيميز مهرجان دبي السينمائي بالذات عن اي مهرجان عربي تاني؟ ولا انا زي ما قلت لك، انا شايف ان في التنظيم. هو عموما البلد دي انا من ساعه ما جيت يعني هم طول الوقت الناس شغاله على فكره ان هم ازاي يحسنوا من نفسهم، يعني طول الوقت هم طموحين قوي ان هم يبقوا احسن احسن بالزبط. احسن، فده باين قوي على فكره في طريقه الشغل، فده باين جدا. انا ما حضرتش اللي قبل كده، بس حتى من اصحابي اللي معانا هنا اللي حضروا المهرجان السنه اللي فاتت، لا هم حاسين ان الحاجات بتتطور لشكل احسن، يعني حتى البلد نفسها. حتى يعني واحد صاحبي كان موجود السنه اللي فاتت بيقول لي الحاجات دي ما كانتش موجوده، الشارع دي نفسها ما كانتش موجوده، يعني ان الناس طول الوقت شغاله انها تحسن من شكلها، ودي حاجه ايجابيه الصراحه جدا. على فكره انت فيك تبص لي واحنا بنعمل اللقاء وانا للدرجات دي وحشه يا احمد ولا ايه؟ لا والله انا بس مش عايز ابص لك فانسى الكلام. طيب انت بتحضر لمسلسل، انتوا اوريدي شغالين عن المسلسل اللي هو اسمه قلب العداله، صح، في ابو ظبي؟ قلب العداله احنا اوريدي بنصور، احنا اولموست تقريبا خلصنا اكتر من 70% من الاحداث، يعني اعتقد ان احنا ان شاء الله ده المسلسل انا كنت هشتغل فيه، صح، بس ما حسيتش نفسي. حضرتك ما كنتيش فاضيه. كنت مشغوله مع زي افلام فعشان كده بالظبط. هو مسلسل كام حلقه؟ هو لحد دلوقتي السكريبت 20، يعني احنا 20 حلقه، احتمال يبقى في اجزاء ثانيه منه يعني اكيد، بس لما نشوف الفيدباك عليها هتبقى عامله ازاي. انا حاسس ان هو هم بس 20 حلقه، مش هيتعرض في رمضان؟ هو هيتعرض قبل رمضان؟ لسه احنا مش عارفين العرض ايه، لان هو تجربه عموما جديده، يعني تجربه جديده، لان احنا واخدين قواضي حقيقيه من المحكمه، ومعمول لها اتبعتت لامريكا، اتكتبت بشكل ما، بعد كده رجعت راحت مصر لهاله الزغاندي اتعمل لها سكريبت، بعد كده اترجمت اماراتي، فالموضوع كان صعب يعني جدا. مش احداث متواصله يعني، مش مسلسل كامل ولا كل منفصله زي مثلا ER كده بره، ان انت عندك الابطال بتوعك اللي في المحكمه المحامين زي الدكاتره اللي في المستشفى، وكل يوم في قضيه جديده، كل يوم في قواضي بتخش عليكي، فده ميزه ان انت تقدري تتابعيه ك 20 حلقه، او تقدري تشوفيه كموفي، انك ممكن النهارده تهتمي بالقضيه دي او بالقضيه دي لو انت مش من الناس اللي متعوده تشوف المسلسلات كل يوم، يعني لان في جمهور مش بتاع مسلسلات. مثلا انا واحد من الناس ما كنتش عمري بقدر اشوف 30 حلقه على اليوتيوب، فده ساعات بيبقى ميزه بالنسبه لك انك تقدري تشوفي مثلا حلقتين منه كانهم فيلم مدته ساعه ونص. which is nice. بالظبط. انا تقريبا عملت لقاءات مع كل الابطال اللي معاك في المسلسل. أوكي. حتى يعني المخرج وجبنا المنتج وبطلة الفيلم اسمها مروة، لا مش مروة. مين بطلة المسلسل؟ سوري، هنا فاطمة الطائي. فاطمة لسه عاملة معاها لقاء النهارده. معانا نيفين ماضي، ومعانا منصور الفيلي، معانا ملك منصور الفيلي عملت معاه لقاء، ملك الخلدي، العمي، يعني معانا ناس كتير. انا اعتقد ان احنا معانا 170 ممثل، اعتقد دي اكبر تجربة ما شاء الله اتعملت كعدد ممثلين في الامارات، ما اتعملش حاجة شبهها قبل كده. من خلال مهرجان عربي، ايه الرسالة اللي تحب توجهها للمعجبين العرب على قناة زي افلام؟ أو لمهرجان دبي؟ والله يعني حقيقي برافو، أتمنى السنة الجاية تبقوا أحسن وأحسن، يا ريت الناس كلها تشتغل بالشكل دوت. أعتقد يعني لو فضلت الحاجات ماشية هنا بالشكل ده، أعتقد البلد دي كمان 10 سنين هتبقى في مكان تاني خالص، كمان أحسن من اللي هي فيه كمان دي. إن شاء الله.